مساء الخيرات على حضراتكم، مساء الخير. يا ترى الصوت واضح؟ ابعتوا لي على الشات. مساء الخيرات عليكم، وكل يوم اثنين وأنتم طيبون. ابعتولي على الشات يا جماعة لو الصوت واضح، علشان أما نبتدي المحاضرة ما يبقاش في أي مشاكل إن شاء الله. أهلا دكتور صالح، عليكم السلام ورحمة الله. دكتورة فاطمة مجدي، دكتورة هبة، تمام كده الصوت واضح. كل أسبوع وأنتم بخير، وأهلا بكم في الويبينار الأسبوعي معانا إن شاء الله كل يوم اثنين. حد فاكر الويبينار اللي فات كان اتكلمنا عن إيه وشرحنا إيه؟ حد من الناس اللي كانوا معانا المرة اللي فاتت يقول لنا كده أي حاجة قبل ما نبتدي في ويبينار النهاردة؟ إيه، محدش فاكر يا جماعة؟ محدش حاضر؟ دكتورة إيمان قالت الفيجوريت إريثيما، ودكتورة نهى شرحنا الفيجوريت إريثيمز استنادا لفكرة تدريسية اللي هو السي بي ال أو الكيس بيزد ليرنينج. إن شاء الله إحنا مستمرين في الفكرة دي الفترة اللي جاية، هنعرض حالة وبناء على الحالة دي هنبدأ نشرح توبيك أو شابتر أو موضوع أو فكرة معينة بشكل ممنهج. يعني دي الفكرة، وأتمنى إنه ده يكون كويس مع الناس. يعني أنا شايف إن الفيدباك ده كويس جدا مع معظم الناس، بيقولوا إحنا كده نقدر نربط الأفكار ببعضها ونربط الدنيا ببعضها. طيب أنا هبتدي أعمل شير للمحاضرة أهوت مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رجاء يا جماعة الناس تقفل الكاميرز، الكاميرات بتبقى باينة، مش عارف الصوت راح فين. الأفكار التدريسية إحنا CPL، يعني أنا هشرح حالة النهاردة أو هعرض على حضراتكم حالة وهنعمل ديسكشن، ومن خلال الديسكشن دوت تبقى رحالة كده في عالم الجلدية هنحاول نربط بعض الأفكار ببعض. طيب دي الحالة، دي طفلة 14 سنة أو مريضة 14 سنة. المريضة ديت كانت جاية لي من محافظة الشرقية، بتشتكي من recent itchy lesions موجودة تقريبا في كل جسمها، موجودة في الأبدومن، موجودة في اللور ليمب، الأبر ليمب. طبعا ده منظر البنت إن من بعيد كده. طبعا الهيستوري، هل جالك أتاكس زي دي قبل كده؟ لا ما جاليش. طب سألت على الدراج هيستوري، خدت أي أدوية قبل كده في خلال شهرين فاتوا؟ لا ما فيش. أخدتي أي كريمات توبيكال، حاجات جديدة، استخدمت أي حاجة؟ لا مفيش. في حتة الدراج هيستوري دي مهمة جدا، لما تيجي تسأل ما تسألش على آخر أسبوع أو أسبوعين قبل ظهور الطفح الجلدي، لا أنت بتسأل شهرين ورا، شهرين ورا، وده مهم جدا. طيب لو هنيجي نستعرض إن فوكس الكلينيكال بتاع البنت، شايف انت الاير هنا افكتد، شايف هنا الترانك افكتد بشكل واسع جدا، السيمتريكال بايلاترال بريزنتيشن الموجود. زي ما علمت حضراتكم قبل كده وتعلمنا مع بعض في شغلنا، ان احنا لازم نوصف اكلينيكيا ماذا نرى قبل ما نشخص. عمرك ما تشخص بدون توصيف. ف
أنا هقول لكم يعني التوصيف، أنا شايف إيه؟ أنا شايف كلها عبارة عن سكيلي إريثيميتاس باتشز، ممكن تقول إكزيميتاس باتشز، يعني من حقك إكلينيكياً يبقى عندك الإمبريشن إن دي something إكزيميتاس، يعني باتشز وفيها إكسكوريشن ماركس زي ما واضح هنا أهو، آثار للحكة والهرش، موجودة سيميتريكال and bilateral في طفلة 14 سنة. ما أعرفش صوتي ماله النهاردة. في طفلة 14 سنة يعني دماغك تروح لفين، وبقالها recent، الموضوع سريع نسبيا وما فيش أي history، يعني ما فيش hidden agenda خالص موجود. طيب دي صور تانية، صور تانية أهوت قدام حضراتكم وبنستعرض كلينيكالي الوضعي. فناس كتير جدا تقول دي ايه دي، هل دي تيني انكوجنيتو؟ وعلى فكرة دي مشهورة جدا في أرياف مصر، في الحقيقة أنا بشوفها كتير. يجي لنا المريض هو كان حالة تينيا كوربوريز أو تينيا سيرسيناتا وحط ستيرويدز وتيجي بالشكل ده، بس المشكلة هنا في الديسيمينيشن، المشكلة أن الموضوع واخد مساحات كبيرة جدا. الأتوبيك درماتيتس قطعا اللي يشوف حالة زي دي لازم يقول ده أتوبيك، يعني لازم. بس العجيب في الحالة ان البنت ما ذكرتش في الهيستوري انه جالها الأتاكس دي قبل كده، او هي صغيرة كان عندها اي ألرجيك هيستوري، جالك حساسية قبل كده؟ لأ، جالك حساسية على الجلد، حساسية على الصدر، راينيتس، كونجنكتيفايتس، اي حاجه؟ ما فيش. الناس اللي كاتبه سكيبس دي برضو ناس حسها الاكلينيكي قوي جدا، انه يقول لك لازم سكيبس. بس في الحقيقه السكيبس لما بنيجي نشوفه ما بيبقاش كله اكزيما، يعني اكزيما بالمنظر ده و10 ايام وبالشكل العنيف ده، يعني محتاجين نبص على العيان كويس. طيب واتس نيكست، هنعمل ايه للمريض لاحقا؟ يعني تصور ان انا في العيادة والمريض قاعد قدامي اهو، هنعمله ايه تاني؟ هنحط درموسكوبي. ناس هتقول لك الراجل ده كل شغله درموسكوبي، ماشي، هنحط درموسكوبي، طلع non significant dermatitis او non significant changes، وده حقيقة، يعني ما شفتش فيها اي حاجة ملفتة، just scales وإريثيما. ف نعمل ايه؟ هل نعمل كيو اتش؟ ده فكر، ده كويس، نعمل كيو اتش. طب نعمل ايه تاني؟ نعمل وودز لايت. في ناس بتقول لك اي جي اي، نطلب على طول سيرولوجي او نعمل اكزامينيشن بايوبسي. فعشان كده الناس اللي قالت بايوبسي دي، هو ساي بايوبسي، بصوا الصوره دي، مين اللي قال بايوبسي؟ على طول كده بايوبسي، على طول كده من غير، طب هكتب ايه في الريبورت؟ هكتب ان انا شايف disseminated eczema وخلاص. هل ده مصوغ ان انا اخد باثولوجي هنا؟ لازم ادور على فانجل اليمنت مثلا كلينيكالي او بالعدسة او بالكي او اتش او بالميكروسكوبي. الصورة دي جميلة قوي، اللي هو ايه؟ انا I know the diagnosis already know، وانت بقى وضعك ايه؟ هل من خلال المنظر ده جالك impression، مش هقول لك تشخيص نهائي، بس امبريشن نفسك كده رايحة لحاجة ولا لأ؟ هو واضح انه من خلال الاجابات انه لأ. طيب في طريقة جديدة للتدريس هنا في الجزئية دي، ام اف ايه يا عم؟ بس يا سارة، ام اف الزايد 10 ايام، دي اتش فين برضو؟ اللي بيقول دي اتش فين البرايمري ليجن؟ فين البابلو فيزيكولر ايرابشن؟ صعب شوية. كونتاكت اكزيما ممكن جدا، ده كلام محترم. طيب بصوا، انا هعدي انا عملت ايه للمريضه، وهجيب لك الصور قبل وبعد تقريبا بعشر ايام او اسبوعين. المريضه دي انا شخصتها وديت لها علاج، ودي صورتها بعد الصوره باسبوعين، يعني بدا يكون في تحسن واضح جدا، واضح، يعني البنت اتحسنت بشكل واضح جدا جدا جدا. تمام،
بصوا الصورة قبل وبعد، خلال أسبوعين البنت اتحسنت جدا. دي طريقة في الشرح جديدة، إن أنا بروح بيك لنهاية الحالة وهرجع أسألك بقى هنا، وهنا هنعمل فوتنج وأنا هعمل ستوب شير وهرجع لكم كده، تمام؟ أنا هحط لكم دلوقتي لينك على الشات، خشوا ده لينك بول، يعني هتخشوا على اللينك ده هتلاقوا السؤال والاختيارات. أنا حطيته على الشات ولا إيه؟ استنوا، لا أنا عامل عايز أحطه to everyone، سوري. خشوا على اللينك ده وافتحوا كده وابتدوا جاوبوا، هتلاقوا اختيار من متعدد. which medicine was given to her، البنت دي ادينا لها علاج ايه عشان يعمل الفرق قبل من بعد، الصور اللي انتوا شفتوها. ومن خلال الاجابه انا هستعرض الاجابه معاكم، هتشوفوها معانا هنا. فانا ممكن اعمل شير، ممكن نشوف كده مع بعض، شوفوا كده. دي اجابات حضراتكم اهي، وقولوا لي ايه رايكم في الفكر ده في المحاضرات، هيبقى كويس ولا لا عشان نطبقه بعد كده. ناس كتيره جدا كاتبه اهو 40% توبيكال ستيرويد، تمام. نسبه 20% فوتوثيرابي، نسبه صوت مش موجود، معقوله سامعيني يا جماعه ولا ايه؟ موجود. طيب ما تلخبطيناش بقى. 45% مجمع ان انا اديتها التوبيكال ستيرويد، يعني دي الصفه الكاسحه. 10% ايفرميكتين، 8% ميزوتريكسات، 20% سايكلوسبورين، 18% فوتوثيرابي. اكيد اختيارك للاجابه بينم عن يقينك بالتشخيص. انت عمرك ما هتختار طريقه العلاج الا لما تبقى يعني عايز تعرف السكه ايه. طيب خلاص كده احنا خلصنا بولينج، تمام. نعمل ستوب شير وهرجع لكم تاني، ونرجع تاني نشير المحاضرة بتاعتنا ونرجع كده. الصورة واضحة، مش هتحرك قبل ما تقولوا لي واضحة كده المحاضرة. اوكي. على فكرة الارتفيشال انتليجنس يا جماعة مهم جدا في حياتنا. انا شغال على موضوع الارتفيشال انتليجنس في الدرماتولوجي، بعمل فيه شويه شغل ان شاء الله هنستعرضه حتى في محاضرات ومؤتمرات. السابق التكنولوجي والامبليكيشنز للتكنولوجي ده في تخصصنا مهم جدا، ولازم نبقى مايندد بيه وعلى وعي بيه وممارسين له، والا يعني دايما بقول كان زمان في محو الأمية اللي هو قراءة وكتابة، بعدين دخلنا في زمن الكمبيوتر واللابتوب، وبقى الناس اللي ما لهاش في الكمبيوتر ده إنسان أمي. دلوقتي اللي ملوش في الـ AI Artificial Intelligence أعتقد فايته كتير، وممكن في المستقبل يبقى في أمية في القصة دي. طيب ده السؤال اللي أنا عرضته على حضراتكم، ودي كانت نسب الاختيارات. تقريبا التوبيكال ستيرويد كان هو الإجابة، وأقل نسبة إجابة كانت في الايفرميكتين ده، هو رغم أنه هو الإجابة الصحيحة. أنا أديت للبنت ايفرميكتين فقط. ايفرميكتين إزاي؟ بص بقى، ده جزء من الكلينيكال أنا ما وريتهوش لحضرتك وسبته لك as a surprise في الآخر، إن أنا خليت البنت أبص على شعرها كويس جدا وعلى الاسكالب. إيه اللي باين في الاسكالب ده؟ إيه المنظر العجيب ده؟ ايه ده؟ ايه الكتل دي اللي لازقه في الهير شافت ولونها جليسنينج وايت، وفي ريحه كده لما تيجي تكشف على العيان ده نتس. يعني لما تشوف حاله زي دي خلاص ده 100% it's a case of pediculosis capitis، ويبقى هنا التشخيص. بصوا الفيديو ده انا مش بس كده، ده البنت، بصوا يا اولاد
بصوا يا جماعة، ده أنا صورته بالديرموسكوب بالفيديو. من الفرص الحلوة إن أنت تحط الديرموسكوب، تبقى لاكي قوي إنك تلاقي المايت. شغل بقى حضرتك، هات الموبايل ده كده وشغل إيه موبايل أهو، ومشغل الإيه الإعداد الفيديو، يعني تشغل فيديو ما تشغلش اللي هو الصورة بس. فأخدنا ال أهو فكده 100%. هو ليه مش بيقلب بقى؟ خلاص احنا شفناه. يبقى دي حالة بديكوليت، ودي بيبر احنا الحمد لله ربنا اكرمنا، ربنا اكرمني يعني، لان انا سول اوثر في البيبر دي، وان احنا ننشرها واتنشرت السنة دي، وده اللي مسموح لي ان انا اشيره هو الجزء ده، لأن البيبر دي الحمد لله من كتر ما هي قوية، لو رحت للموقع اللي نشرها هيطلب منك فلوس عشان تعمل لها داونلود يعني. فأنا جبت المختصر، تقدروا تاخدوه سكرين شوت وقروه على مهلكم. البديكوليد ده under diagnosed entity، لما تجي لك حالة بالسادن إيرابشن والإكزيما لايك في الجسم كله، والبنت أو الولد بيهرش بالذات في البيدياتري جروب، أرجوك don't miss pediculosis either capitis أو pediculosis corporis أو whatever. يعني بالعربي العين ده قلعه كله على بعضه وشوفه من رأسه حتى أخمص قدمي. ممكن يطلع بديكوليد أو يطلع حاجة تانية، ممكن يطلع درماتوفيتيد أو يطلع إيد رياكشن، وبناء عليه محاضرة النهاردة هتبقى على الإيد رياكشن. وهنا السؤال يجي واحد وانا للاسف المحاضره دي عملتها على عجاله، كنت عايز اضيف عليها شويه. هو السؤال يعني ايه ايد رياكشن؟ ايه ايد ده؟ ايه كلمه ايد اي دي ده؟ يعني هو لازم في العلم تسال نفسك كل حاجه تقراها لازم تبحث عنها، يعني ايه ده انجليش ده ولا ايه ده انجليزي يا مرسي؟ الايد رياكشن هو الاوتو اكزيماتايزيشن او الاوتو سنسيتايزيشن. يعني تيجي تقرا في التكست يقول لك between brackets أو synonym auto eczematization أو auto sensitization. أمال إيه إيه دي؟ حد عنده علم؟ حد عارف حاجة يقول لي؟ على فكرة أنا قعدت أدور عليها كتير قوي إيه دي بصعوبة ما لقيتها، يعني كان من ضمن الحاجات اللي بتستفز الواحد وأنا بعمل البيبر دي. يعني إيد إيد في الجريك، مش في اللاتين، في الجريكي أو اليوناني معناه اللي هو بيسموه father son، يعني ده بيبقى دايما suffix مش prefix، suffix بيجي لاحقة في الأسماء بتدي الimpression اللي هو father son relationship. ومن هنا تبدأ تعرف الإيد رياكشن ده إيه، اللي هو father son relationship في جسمك. يعني أنت إنسان عندك بيديكولوزيس، ده المشكلة الرئيسية بديكولوزيس كابيتس، وسمع بسكندري اكزيمتس ليجنز في البودي. انت انسان عندك تينيا بيدس بين صوابعك، وسمع في جسمك باكزيمتس رياكشن في جسمك، او ببروريتك، بلاش كلمة اكزيمتس، ببروريتك ايرابشن في جسمك، يبقى سموه ايد رياكشن، لان هو سافكس في الجريكي معناه الفازر سن ريليشنشيب. او بتشرح لنفسك بقى ان هي اوتو اكزيماتايزيشن او اوتو سنسيتايزيشن، يعني جسمك بيتفاعل ذاتيا باكزيما لايك ليجنز، او جسمك بيتحسس ذاتيا ويبدا يعمل تحسسات ثانويه نتيجه برايمري ديزيز ان ا ديستنت واي، ان ا ديستنت واي في حته بعيد، انا ديستنت فوكس. الديسيز ده mostly infection، وممكن يبقى other form of eczema. يعني mostly infection اديتك امثله، البيديكولوزيس كابيتس، التينيا بيدز، حتى السكيبز، في حاجه اسمها سكابيد هنتكلم عليها دلوقتي، او another inflammatory اللي هو حاجه زي الستيزيس ديرماتايتس. تلاقي عيان طول عمره عنده ستيزيس ديرماتايتس وبدأ يديفلوب إكزيما لايك ليجنز أو سكندري إكزيما لايك ليجن في حتة تانية من جسمه
ده يبقى برضو ايد رياكشن. فهمتوا يعني ايه ايد رياكشن وعرفتوا كلمه ايد دي جايه منين؟ دي مش مكتوبه في كتب الجلديه نادرا دي، ففهموها كويس. عشان كده جبت لكم الرسمه دي اللي هي رسمه الايه الكره الارضيه. المشكله من هنا وتسمع فين؟ في اليابان. يعني انت طالع من تركيا، دي تقريبا تركيا دي، وطالع اليابان حضرتك. طيب، وبناء عليه البروريتي كراش ذات كاركترايزز ايد رياكشن بيبقى عاده immunological in nature، عشان كده بنسميه الاوتو سنسيتايزيشن رياكشن، بنسميه بقى الدرماتوفايتيد. تسمع المصطلح ده. البيديكوليد، احنا عرضنا حاله البيديكوليد وفي بيبر ممكن حضراتكم تحاولوا تعملوا لها داونلود وتقروها. الباكتريد، باكتريد يا خبر ابيض، والاسكابيد كمان، يعني وكأن الاسكيبز، كأن الاسكيبز اللي بيجي لنا ده ممكن يحصل منه secondary distant eczematous lesions بعيدة وأسميها اسكابيد. في كده. وطبعا دي مسميات لما تبقى عارف التشخيص ايه. يعني انا لما اشوف ايد رياكشن في عيان وابدا اقلعه زي ما قلت لك، اقلعه بلبوصه خالص، وتبدا تبص عليه حته حته، تفاجئ ان عنده تينيا كرودز او تفاجئ ان عنده تينيا بيدز، يبقى هسمي الكلام ده درماتوفايتيد. لما الحاله اللي انا عرضتها دي، الحاله اللي انا عرضتها النهارده دي، والبنت جايالي بسادن اكزيما لايك ليجنز في جسمها، وبدات ان انا اقلعها واشوف في راسها وابص والاقي البيديكولوزس موجود، يبقى ده هسميه بيديكوليد. طب والباكتريد، انتوا تسمعوا عن حاجه اسمها باكتريد؟ طيب الباكتريد موجوده في الليتريتشر بس في كتب قليله قوي كلمه باكتريد دي، لدرجه انك لما تجوجلت ما تلاقيش بيبرز او ما تلاقيش ويل نون في الليتريتشر حاجة اسمها باكتريد. وبدأ ان في تيرم تاني ياخد شهرة اكثر في الادبيات الطبية اسمها الانفكشوس اكزيماتويد درماتايتس. يعني ايه؟ يعني حضرتك تبدأ تلاقي انفكشن surrounded by اكزيماتوس لايك ليجنز، الاوزنج اللي بيحصل من الانفكشن و والستاف كولونيزيشن في السكن يكرييت surrounding eczematous like lesions، وده بيعتبر localized form من الايد رياكشن. علشان كده جبت لكم البيبر دي اهي، infectious eczematoid dermatitis comprehensive review. روحوا نزلوها، البيبر دي فري، حلوه جدا، وموجوده اعتقد ان لم تخن الذاكره في الاوروبيان، في المجال الاوروبي. تمام، يبقى احنا بنصلح شويه terminology. infectious eczematoid dermatitis عيان عنده امبتايجو وتلاقي حواليه surrounded by ايه؟ by eczema like lesion. تلاقي عيان عنده otitis media هنا وتلاقي كل ده eczematous like lesions مسمعة في جلده من ورا. طيب نيجي للناس اللي بتقول تيبركليد. في حد ايفون to everyone، خش على اعدادات الزوم عندك في حاجة اسمها display name وبكتب اسمك. لكن ايفون بيقولك ده فيه تيوبركليد، والتيوبركليد كان زمان من ضمن الاسبكتروم اوف ايد رياكشنز، لكن حديثا بقى شلناه لان اكتشفنا ان التيوبركليد لما جم عملوا الدي ان اي سيكونس في الليجن والبي سي ار لقوا ان فيها مايكوبكتيريوم، فبدات تبقى نوع من السكندري ديسيمينيشن في السكن راذر ذان ايد رياكشن ديو تو تي بي. لكن هيستوريكالي كلمه تيوبركليد كانت ماشية في هذا السياق، لكن recently شلناها من الايد رياكشن ومشتقات. الكلام واضح لحد هذا الليفل ولا انا سرحت ولا ايه؟ ساعات الواحد في الشرح بيسرح، فالدنيا ايه، سهلة ولا صعبت؟ كويسة ماشي. طيب ايه اللي يخلي يبقى عندي بيديكولوزيس وجسمي يعمل كده برضه؟ يعني انا بشرح لك حقائق، يعني او بلاش كلمه حقائق، مشاهدات. شاهدنا هذا على المرضى وبدانا نوصفه ونقول الايد رياكشن، وكلمه ايد جايه من كلمه الجريكي معناها
فازر سان ريليشن شيب والكلام الجميل ده. طب ايه بقى، ايه بقى اللي عمل ده؟ اختصروها في جملة حلوة قوي الكلمة دي، بتوقف عند بعض الكلمات. inflammatory overdrive يعني ايه؟ يعني الانفلاميشن سرح في الجلد بالعربي. في انفلاميشن عنيف هنا بسبب البيديكولوزس وانفكشن وسكندري انفكشن وسوراوندد اكزيما لايك وكلام كده عجيب، وتبدأ تلاقي الانفلاميشن ده سمع في الجلد جدا وسرح، يبقى inflammatory overdrive. طب ليه برضو؟ ده الباثو فيسيولوجي ميكانيزم اللي هي postulated to explain aid reaction. هم حطوا الثيوريز دي، ناس قالت لك ايه، ده may be due to abnormal immune recognition للautologous skin antigen. ده عندك هنا infection بيديكولوزس وجهاز المناعة في حالة استنفار، فبدأ بعض أو جزء من الانفلاماتوري سيلز بتاعت جسمك تتعرف على النورمال انتيجنز بتاعتك بشكل مخطوء وتهاجم فيه، فبقى abnormal immune recognition للautologous skin antigens. ده theory. ناس تانية قالك أصله في increased stimulation للنورمال T cells by altered skin constituents. ناس تالتة قالت لك أصله الirritation threshold أو الirritation أو الإيمونولوجيكال توليرنس في جلدك بدأ يقل، فبدأ جسمك يتفاعل مع أي أنتيجينيسيتي موجود. وفي ناس تقول لك ديسيمينيشن للإنفكشوس أنتيجينز، وفي ناس حتى راحت بعيدا وقالت لك ده هيماتوجينس ديسيمينيشن للسيتوكانز. ممكن تاخدوا سكرين شوت من الكلام ده هوت وتعملوا له كده تابيوليشن، وهي كلها أفكار يعني، كلها أفكار يعني، ماشي كده، كلها ثيوريز يعني زي ما بتقول. وخلاصة القول إن الـ aid reaction is a secondary dermatitis due to auto-sensitization to a remote antigen. خلاصة اللي أنا قلته ده كله. طيب الـ clinical clues، أنا ليه شفت البنت دي ولما لقيت الشكل مش مفهوم قلت والله ده ممكن تبقى ايد رياكشن؟ ايه الكلينيكال كلوز اللي تحطها في بالك علشان تو كلينش ذا دايجنوزس اوف ايد رياكشن جنرالي؟ يطلع بقى درماتوفايتيد، يطلع بيديكوليت، يطلع زي ما يطلع. اول حاجه السادن بروريتيك راش. انا هنا اديتك في الهيستوري ان البنت بقالها 10 ايام عندها الراش ده. حته السادن راش دي مشكله كبيره. الناس اللي بتطلب صور الحالة، لا أنا مش هعرض صور الحالة، خلاص إحنا في سيكونس مشينا فيه وبقدقين 9:30 نبقى إنجليز ونتعلم كده زي الإنجليز، جايز في الآخر عرضه بس علشان ما نقطعش السيكونس بتاع الشرح. يبقى حاجة سادن، ممكن تبقى إريثيميتس. البنت دي أنتوا شفتوا فيها إيه؟ موربولي فورم راش. موربولي فورم يعني إيه؟ ماكيلو بابولر، يعني ماكيولز موجوده وباتشز وبابيولز، فده بنسميه موربيلي فورم او بابلو فيزيكولر. يعني ده انت ممكن تلاقي فيزيكلز حاجه شبه البوم فليكس كده، وممكن تبقى كونفايند كمان للهاندز بس، يعني تنخدع فيها وتقول عليها بوم فليكس او ديس هيدروتيك اكزيما. سيمتريكال اند بايلاترال، الكلام ده انا قايله في شرح الحاله، قلت لك واحنا بنشرح ده ده رجليها الاثنين مصابين symmetrical and bilateral، ده يخليك تفكر ان ده ايد رياكشن. وانت طبعا الفور ارم والثاي والترانك والفيس، يعني تقريبا الجسم كله بيصاب. صحيح في frequency of بيسموه order of frequency، يعني اماكن تصاب اكتر من اماكن زي الفور ارم والثايز ثم الترانك ثم الفيس، ولكن انك تلاقي ديسيمينيشن للحاله. يبقى دول الكلوز، الكلينيكال كلوز، السادن اونست، سيمتريكال اند بايلاترال، وموجوده في تقريبا الجسم كله. في واحد اسمه شيلي، ده من اعمده الطب الجلديه، وشيلي ده كان راجل له مؤلفات وله مصنفات وحدوته شيلي ده، وكان احيانا بيقول كلام عجيب في بعض الباثوجينيسز لبعض الامراض، لكن ده حد مهم جدا في الجلدية. فشيلي عجبني كلامه قوي، وهو عمل بروبوزد كرايتيريا قال لك تفكر فيها لما عايز تشخص ايد رياكشن. ايد رياكشن يعني لقيت مجموعه او سكند ريليجنز كده، اكزيميتس بابلو فيزيكولر
morpilliform زي ما قلنا. أول حاجة can not be identified as one entity، يعني ما فيش configuration معين اللي أنا شايفه ده للليجنز اللي أنا شايفها دي أقدر أقول آه والله ده لايكن، ده لينير لايكن، ده لينير سورة، ما فيش كلام ده. تاني حاجة of sudden onset، تاني حتة الأكيوت onset بتاعت الإيد. تالت حاجة قالك not due to direct external contact أو infective agent، يعني بالعربي بتحاول تإكسكلود أي سبب مباشر للإكزيما اللي أنت شايفها دي. المريض يكون حط حاجة فتقول contact إكزيما، العين خد دواء فحصل systemic contact إكزيماتيزيشن، أي حاجة من الكلام ده. طب الديفرنشال دياجنوزيس إيه؟ أهو كل اللي مكتوب ده، يعني الجلدية كلها تقريبا ممكن تبقى ديفرنشال دياجنوزيس، بس أنا هقف عند بعض الحاجات. بمعنى إيه؟ الديس هيدروتيك اكزيما او البومفليكس دي انا قلت لكم عليها، ده ممكن تميمك الادري اكشن، والادري اكشن يميمك ات جدا. انا هوريكم صوره دلوقتي. طيب الاريتانت كونتاكت درماتايتس، حد حط على جسمه حاجه فحصل له كده. السكيبز نفسه ده مهم، وكان في ناس قالت سكيبز من ضمن الشات عيني وقعت عليها. طبعا الكيوتينس تي سيل لنفوما لو الموضوع بقى واخد الكرونيك فورم، الفليكولايتس والحاجات دي. لكن ما تنساش الدريف اللي هو الديسيمينيت اند ريكارنت انفانديبلو فليكولايتس، برضو شويه ممكن يلخبطك، خصوصا ممكن يجي في الترانك والابر اكستريميتيز والتشيست والباك وكده. ما تنساش كمان البيتروس بورم فليكولايتس او الملاسيزيا فليكولايتس. فالديفرنشال هنا واسع جدا ومحتاج حد يبقى محنك. يعني ايه رايكم في الصوره دي؟ الصوره دي انا جايبها من كتاب اللي هو اندروز اللي لم تخون الذاكره، واندروز عارضها على انها ايد رياكشن، وكاتب تحتها انه هايلي ميميكينج بومفليكس، وان ده فيزيكولار ايربشن لايد رياكشن، ودي حاله درماتوفايتيد، يعني ان الحاله دي كان عندها تينيا ولا بيدز ولا حاجة، وده موجود as a dermatophytid أو ايد رياكشن. شفته هو شبه البومفليكس أو إزاي؟ فبالتالي ما تجيلك حالة بومفليكس بقى والنبي ما تستعجلش، واكشف على عينك كويس. إن شاء الله تبص على رجليه تمام، تبص على الجراين، تبص على الأكسيلا، تبص على الاسكال، الحتة المخفية. مش أي حالة كده ده dyshidrotic eczema ده بومفليكس، خصوصا لو في sudden onset وsymmetrical and bilateral. أرجوك exclude الايد رياكشن الأول قبل ما تقول pomflex، خلاص. فبالتالي الكلام ده مهم جدا جدا جدا. العلاج في الحقيقة هو علاج الكوز نفسه، يعني أنا البنت دي أنا مجرد مديت لها ايفرزين لوشن وتعمل المعاملة كويس للبيديكولوزس، خلص الموضوع، جت بعد كده زي الفل والدنيا تمام. لكن لو الحالة جديدة قوي، في papulo-vesicular lesions وفي intense itching، فالtopical steroid ممكن ينفع، systemic steroid ممكن تعامله زي الاتوبك كده وتحط wet compresses وemolients، وممكن كمان تدي antihistamine لو الitching عالي جدا أو شديد جدا. فده التريتمنت اللي هو تقريبا هو التريتمنت of the cause. أنا خلصت الحالة تمام، وأتمنى أن نظام الـ CPL أو الـ Case Based Learning ده يكون مفيد جدا لحضراتكم. من خلال عرض الحالات بنستعرض مواضيع وبنرجع للليتريتشر ونحاول نفهم ونحط أطر للإفهام الموضوع أو التوبيك ده، خصوصا لو هو ضايع في الكتب شوية، مش واخد حقه شوية. الإدري أكشن من المواضيع المهضور حقها في الحقيقة، يعني تفتح التكست بوكس الكبيرة إيفن مش مكتوبة قوي، مش منظمة قوي. أتمنى كمان البيبر اللي أنا عملتها ديت يمكن تفيدكم إن شاء الله، نزلوها عاملة ريفيو كامل على البيديكوليت. أنا بشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوفكم يوم الاثنين القادم على خير. لو الميتنج ده مسجل أنا هحاول أرفعه علشان الناس اللي دخلوا متأخر وما يعملوهاش تاني، لأن أنا مش هرفع كل حاجة.
لو في أي أسئلة على جروب التليجرام، وإن شاء الله كل خير. يعني لو في أي أسئلة أو أي استفسارات أنا معاكم، وأشوفكم إن شاء الله الاثنين القادم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.